be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. Welcome back to my channel. شلونكم شخباركم شكو ماكو اشتاقيت لكم. حصير ححاول اصير انزل فلوجين بالاسبوع بدل فلوج. ححاول ما وعدتكم بس ححاول. Anyways, هذا الفلوج ترتيب هذا فلوج اسبوع بحياتي. اوكي الفلوج الثاني يمكن اسوي لكم روتيني الصباحي او روتيني الليلي حسب. بس المهم هاي الراك مال الهدوم. هاي راك الهدوم اللي مثلا اذا اكو لبسة اريد اصورها، اذا اكو لبسة جديدة وصلتني وما اريد انساها، قطع احتاجها دائما اعلقها على هاي الراك. فهسه انا ايش دا اسوي؟ هسه انا دا اشيل القطع الصيفية منها، طبعا شلت كل شيء ووراها تذكرت اصور، فيعني كل شيء انشال، بس اتس اوكي. هسه اشيل بعد شوية اكو الوان جوا. اوكي حشيل القطع الصيفية وحنحط قطع الفول لانه اريد اصور فيديو ريل على الانستغرام. فول ترندز، اشياء نلبسها بالخريف، كلش احب فصل الخريف كفاشن لانه كلش الهدوم حلوة. يعني مثلا تقدرون تلبسون طويل، عرفتوا؟ لان بالصيف الكل يصير يريد يلبس قصيروني وهاي، انا احب اللبس هيك اللي يصير كبير وطويل واوفر سايز وغطي يونس. اوكي فهسه حسوي ححط كم قطعة اريد اصورها فححطكم تشوفون. صراحة هواية لبست الوان بالفصل الربيع والشتاء وكلش زهقت الالوان، فهسه شلت كل الالوان وحنرجع الالوان المفضلة اللي هي الجوزي والبيجي والاسود والابيض النيوترالز. Say bye to color. وسهلة بالخريف طلعت كل الاشياء اللي اريد اسوي لها تنسيق بشهر الخريف. فصل الخريف كافي اقول شهر الخريف، فصل الخريف. اكو اوتفيت براسي حطيته اني براسي، لو يطلع يخبل لو يطلع يلعب النفس بنجرب. خل اراويكم عن قريب. اليوم اريد اكو كابنت جوا السينك مالتي مال الحمام مال غرفتي بهوايه اشياء وكان مرتب وبطل مرتب، اليوم اريد ارتبه. فاليوم حاخذكم وياي بترتيبه، بس قبل هيجي اي وونت تو شاور لانه حاسه هيجي شويه شعري يراد له ريفرش. فبس هسه حدخل اخذ شاور واغسل التشراتشف مال الغرفه وارجع لكم على مود نسوي التعديلات. ماشي ماشي. اوكي قبل ما ابدي اسوي الاشياء التعزيل اريد امشط شعري، فحراويكم شو اسوي لما اطلع من الشاور. هي ستب واحده بس، يعني اخذ السيروم واحط 1 2 3 I go like this. طبعا السيروم بواقع حراره فما اضطر احط هيت بروتكتنت ويسلك الشعر بحيث يعني ما اتعب واني دا مشط شعري، لانه كلش ايزي يصير التمشيط. وريحته سو فريش. فبس هسه مشط شعري ونبدي بالتعزيل الكابنت اللي هسه حراويكم اياها.
اوكي هسا نقدر نبدي التعزيل. حراويكم الكابنت اللي احكي عليها. اوكي جايز، هاي هي الكابنت اللي يحتاج لها نرجع ننظفها، كلها برودكتس بس هيجي يعني هذول اوكي مرتبين، بس هنا انا حاسه ما مرتب فيلا نرتبه. مرحبا، كيفكم؟ شخباركم؟ شكو ماكو؟ تفضلوا وياي بالحمام الجميل. اوكي هسا اول شيء الهوت تولز اللي هي السشوار، هذول الاشياء ياخذون هواية مجال. اريد اجيب هاي الفتشية تتعلق هنا، عرفتوها؟ اكو فتشية تعلق هيجي وهم يتعلقون عليه، فاريد اجيب هذا الاختراع من امازون، بلكي طلبته. سأراويكم ايش داح احكي دقيقة. امازون اكشولي حصور لكم اياه. واو والله يوتيوبر خيال. سأراويكم شنو قصدي. نروح على امازون، اوكي، ونكتب hot tools holder organizer. اوكي هذا اذا تشوفون هذا اول واحد اللي يتعلق، هيجي اريد هيجي شيء لانه يتعلق هذا وما ياخذ مجال. فانا ايش حسوي؟ حسوي add to cart وحشتري على مود نعلقه هنا على مود هذول الهوت تولز لياخذون مكان. طبعا انا كلهم من نفس البراند اللي هي تي 3 مايكرو. شلونكم؟ شخباركم؟ شيني ماشيني؟ اوكي واي عندي اشياء كتير كتير. اوكي اول شيء حنشوف هذا شبيه، وراها حنشوف هذا شبيه. اوكي هذا شبيه، هم اشياء غريبه. اوكي فرشة، هذا مال هير تول، ما ندري هير تول هير تول. اوكي فاحنا ايش حنحط هسه حاليا لانه ما عندي هذا الشيء، ححط الهير تولز هنا. الشيء هذا اقعد لك. ثاني شيء هذا، هذا اللي اسوي بيه غرتي، عرفتوا؟ يعني انا اسوي بالكيرلينج بس الغره بهاي الفرشه، وهاي الفرشه تجي وياها الله تجي وياها هاي، يعني لو هاي لو هاي، بس انا ما استخدم هاي استخدم هاي. ايش هالترتيب اصلا؟ ميك اب فون. اوكي سشوار، اوكي والكيرلينج ايرون حيرجع ينخبص لانه لما اشيل وحده حتوقع كلهم. اوكي بس هذول الاشياء همين هنا. الحلو انه كله ابيض استرك وكذا. اوكي الفرشة يعني this is as best as it's gonna get حاليا لانه ما عندي غير شيء، فحندخلها بالكابنت. هاي بيها كلها منتجات شعر، كلها منتجات سكين كير، بعدني ما فاتحتها وما مجربتها وناسيه هي شنو اصلا، فخلنا نتفرج عليهم. اوكي المهم دخلنا هاي. هسا هاي يبو طلع اكو هير تول لخ. اوكي ما ادري وين ححطها لي ورا. اوكي هذا باشياء غريبه، يعني مال اسنان، قطن، هاي اللي تنحط بالباث بعد، اي يعني هاي الاشياء اللي ما الها داعي، يعني قصدي الها داعي بس انه ما الها داعي، عرفتوا؟ فححطها لي ورا. زين هسه ايش عندنا؟ عندنا هذا اللي باشياء ما نعرف شنو هي.
تعالوا نشوف شكو معكم بيهم. سكين كير، هذا شنو؟ اي براو كونديشنر، هذا سان سكرين. اوكي تعال نشوف هذا، شكل هذا يونس اكثر. ايه السيروم مالتي. اوكي هذا شنو؟ سودينج روبير مويسترايزر. حجرب هذا المويسترايزر صراحه لانه محتاجه مويسترايزر، وما اثق بالسكين كير مال الميك اب، عرفتوا يعني لازم يكون سكين كير مال دكاتره. هاش قدوته، هاش قدوته صغنطوطي، مويسترايزر صغنطوطي حجربه. اوكي هذا شنو؟ ما اريد دول الاشياء بس بعدين نفتحهم. اوكي خلينا نرجع هذا هنا. اوكي سو فار هيك الشكل. ما تقدرون تنزلون شويه؟ اوكي هذا باشياء الشعر. اشياء الشعر هي يعني اوي ما ادري بس اشياء شعر. يعني مثلا دراي شامبو، بلو شامبو. الله اوكي هير ماسكس، بس مو هيك هيك حاب يطلعون مو زينين. دقيقه اوكي عندي هير ماسك، هير ماسك، شامبو، كونديشنر. هذول هاي البراند اسمها بوندي بوست، براند مال الشعر. فعندي الشامبو والكونديشنر ماسك وماسك. هذول يرادلهم شو اسمه جديد ماسك. لا ما شاء الله اجمع. هذا مويسترايزر من درونك اليفنت بس مو كلش حبيته صراحه، فنزل هنا. هم يبدون فوق وينزلون اذا ما احبهم. هذا من درونك اليفنت ريتنول، همين صعد فوق ونزل. هذا بس بمي ارشه على الغره مالتي لما اريد اسويها باستشوار اذا شعري منبلل. جوتشي لوشن. اوكي هذا بي رولر. فيرساتشي لوشن، ما شاء الله حتى اللوشنز مالتي براند تشوفون اني شنو كذب. هذول يجون هدايا. والله خلينا نحط، ليش ما نحط؟ نحتاج شويه لوشن مرات. اوكي الجهه اللخه لو تشوفون الجهه اللخه بعد اسوأ. بس هاي ترتبت شويه، لا صراحه بعدها مثل ما هي. شوية ترتبت مو، بس لما يوصل هذا الشيء طلبته ويتعلق هنا يصير كلش احسن. انا وماما دا نتفرج مسلسل اسمعني هسه، وماما اخر فترة مو بس هابة بالايس كريم، يعني تقعد تقول ايس كريم، تنام تقول ايس كريم، ايس كريم ايس كريم. المهم دقيقة المهم فدا نتفرج اسمعني، واحنا طالعين من الصبح جينا اول ما رجعنا لبيت تروحين ناكل ايس كريم؟ قلت لها لا كافي عاد. بس معلومه انا ما احب الايس كريم، وامي ما كانت تاكل ايس كريم، جربت هاي السولت اند سترو وحبيتها ما اعرف وادمنت. المهم قلت لها ما حنروح نجيب الايس كريم لان بعيد، قلت لها حنطلب الدليفري من كمبيري، فطلبنا الايس كريم دليفري. شنو الفوضى الحين؟ ليش لانه فطلبنا الكوكونات شربي، شربت ماما ذيك مرة كنا بالسولت اند سترو. اريد الكوكونات شربت والفانيلا دبل فولد فانيلا. والله هذا الواحد ب 13 دولار. المهم ها وما ننسى الكلاب اوف كورس. اي كات ذم ليتل بابي كاب. اول شيء دا اسوي توتوريال للايس كريم. اوكي اعطيني انا حسوي لك. ما اريد تسوي لي انت بشرفك، ما اريد. لا لا اول شيء اخلي من الفانيلا. ثانيه
يعني ما استعمل انيار ما تيجي اكل. اوكي هاتش هاتش هاتش. لا لا هاتش لا افتهميني هذا قسم واكل اثرود. ما اخلي يعني اريد هيك اقسم اكل بكيفي على كيفي ما اريد اخلي هنا انا لازم اكل فوق هذا. اي اللي ضوشتيني ما تعرف طلعتي زقوم علي. واحد جاد يدي اكل ايس كريم. اوكي سوي لي 3 دي حطي ماي دوجز اشتريت لهم هم هم ايس كريم لانه ما انساهم. بابي كابس نون ديري فروزن ديزرت ا كب فور بابس يعني هاي للكلاب. المهم يا جماعة الخير هسه أنا حسوي الآيس كريم مالتي. لا هذا كله ما احتاج فيه هاتش. بس بعرف شو سويت. بس انتي شعليك شوربة هي ثريد. انتي شعليك يعني انا كيفي شو ما اكل اكل. تشريب تشريب ايه ده اثرت صدق يعني راح تاخذين دول ايتهم القصاديس. لا تعرفون تمن ومرقة؟ تعرفون لما الواحد ياخذ خبزاية ويحطها بالمرقة هي تاخذ الخبزاية تحطها بالايس كريم. شو شعورك؟ انت ملاحظة احنا لابسين نفس الاوتفيت مال الاسكينج فيديو؟ هذا حيظل وياك يومين. هذا شربت طيب. شربت. شربي. شربت. صفي هذا الشربت. هم طلعتني بنتي ما ريت. حطولي بعد شوي. نبغى. يومين اصعب. بلا تاركت لي الفانيلا ودت نومي بصرة. هاي جايز اجد اسوي تونر الشعري لانه صار كلش اصفر واني احبه لما يكون هيجي اشي. شنو يعني اشي؟ رمادي. فحسوي له سويت له تونر وهسه حتسشور لي وتشوفون النتيجة. هاي جايز اوكي رجعت من الصالون. واي از ات سو زومد ان؟ اوكي رجعت من الصالون بس سويت له تونر يعني سويته شويه كان كلش كلش اصفر صاير فسويت له هيجي اشي تونر يعني رمادي ورجعت كش ما سويت غير هيجي وصورت ترانزيشن بالتيك توك وصبح غسلت المواعين هسه لازم اطلعها من الغساله وحرتب البيت لانه لما يكون عندكم تو دوجز البيت دائما مخربط فدائما اشيل وراهم التويز والاشياء واكنس شعر سيمبا 24 ساعة بس I love them it's okay. سويت شوربة عدس لانه كلش كنت مشتهيتها. شوربة العدس مالتي بس اريد اقولكم انه هي خيال يعني اسوي اطيب شوربة عدس. اوكي نورمالي اخر شيء احط فوقها بصل بصل مقلي بس ما بيحل اقلي بصل صراحه وريحه البيت تصير بصل فبس حاحط شعريه لانه احبها لما تصير تخينه ويا الشعريه.
حطيت لها كمون وكركم ومكعب ماجي واحد وبس، والعدس الاحمر. اموت على شوربة العدس، اموت. يمي. When it's you I can't say baby give me a la 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 love. It's corn. A big lump knobs, it got the juice, it got the juice. But it's a beautiful thing. سامعين هذا على التيك توك اللي غني It's corn. بس والله راويكم العدس اللي استخدمته على مود لا تقولوا لي إليان شو استخدمتي، ما حد حيسألني كل عدس يعني، بس استخدم هذا العدس الأحمر من يا نوعية صدف أو أي نوعية ألاقيها أحمر هو يعني. وبس هيجي صارت شوربتنا العدس. هذا غدايا جايز، أنا ما أكل، أكل مثل العصافير إلا إذا مثلا دا أطبخ الأحمد أكل، لأنه أضطر أطبخ ونقعد ونأكل. بس إذا مثلا ما دا أطبخ الأحمد انسوا أني أكل، عادي مثل العصافير أنقنق منه ومنه 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 وبس يعني. يتار It's corn. يام. أوكي كلش طيبة، عاشت ايدي. فرجيكم وين الشعرية؟ شو متى اشوف شعرية؟ سيمبا سوى عملية وهو كلش زعلان، صح سمسومي؟ انتي زعلانة سمسومة؟ تمتما ايسوكي، كلش محاب هذا الكون، ايسوكي سمسومة؟ زعلانة انتي؟ المهم جايز صار لي ساعة دا اصور اشياء تيك توك وانستغرام، تعبت. باعوا هذا السيت اب هنا الكرسي على مود هيجي استاتيك، وهاي وهذا هنا احط التليفون. هاي جايز شلونكم شو اخباركم شكو ماكو جايز، اذا عجبكم الفيديو لا تنسون تشتركون بقناتي وتحطوا لي ثامز اب وادعموني باللايكات وادعموني بالتعليقات على مود اليوتيوب يظل يطلع فيديوهات وهيك على مود نكبر ونصير جيش الياني كيوت. المهم صراحة يعني ما ادري نسيت اصور باقي الاشياء للبلوج، فحنهي هنا وابدي بلوج جديد ويوم جديد ونسوي روتينات جديدة، لأنه بس لو تشوفون الخربطة هنا وهاي هنا وهذا سمسومي. Say bye. Say don't forget to subscribe to my channel. أحبكم. Bye.